وحول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم. مساء الخير دكتور محمد. بداية نتحدث عن أبرز ما تم في هذا الاجتماع وما هو انعكاساته المتوقعة في مستقبل التعليم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة هذا البلد العزيز على كل ما تلقاه مسيرة التعليم في البحرين من دعم ومساندة، وطبعا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب يولي قضايا التربية والتعليم والتدريب اهتماما كبيرا، ويأتي اجتماع اليوم للمجلس ليناقش العديد من القضايا المهمة التي تنعكس بشكل مباشر على مستوى التعليم والتدريب في مملكة البحرين. وكان من بين ذلك اليوم القضية الكبرى كانت هي مسألة إقرار مؤشرات الأداء التي سوف يعني تعتمد عليها المؤسسات التعليمية في أدائها للمرحلة القادمة في برنامج عمل الحكومة للسنوات السنتين القادمتين والسنتين اللتين تليهما. طبعا ما يهم في هذه المسألة أن هذه المؤشرات تعتبر مرتكزا أساسيا لجميع المؤسسات التعليمية المعنية مثل وزارة التربية والتعليم، هيئة جودة التعليم، جامعة البحرين، مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، لضمان أدائها بشكل يعني يرقى إلى المستوى المطلوب وينعكس بشكل مباشر على المخرجات التعليمية. طبعا ما تم مناقشته اليوم وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك مجموعة من المبادرات التي وضعت في أطر تتناول التعليم العالي، تتناول أسلوب دعم المعلمين وتدريبهم، تتناول مخرجات التعليم، وتؤكد بشكل مستمر على الانتهاج أفضل الممارسات الدولية والعالمية في تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم بما ينعكس إيجابا على هذه المخرجات. أيضا تم التركيز في هذا الجانب على ضرورة أن يكون للتعليم العالي دور مهم وفاعل جدا، ومن ذلك أيضا دعم الطلبة لمواصلة دراستهم في التعليم العالي سواء كان التعليم العالي الأكاديمي أو التعليم العالي الفني والمهني. نعم. وبالتالي إقرار هذه المؤشرات يأتي لينطلق من بعده العمل من قبل جميع المؤسسات المعنية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بمشروع تطوير التعليم والتدريب. نعم دكتور محمد، نقف قليلا عند أحد المؤسسات المخرجة لهذه الطاقات ومستقبل التعليم في مملكة البحرين. نتكلم عن يعني إشادة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حول هذه المخرجات وتحدث عن أهمية كلية البحرين للمعلمين. نتكلم أكثر عن دور هذه الكلية في مستقبل التعليم في مملكة البحرين. طبعا كما تعلم سمو الشيخ محمد بن مبارك هو الراعي الأول لهذه الكلية وسار مع تاريخها منذ نشأتها وحتى اليوم، وخرج عددا من الدفعات والأفواج التي تخرجت من هذه الكلية، ويتابع باستمرار مخرجات هذه الكلية لأن هذه المخرجات تصب بشكل مباشر في مدارس وزارة التربية والتعليم. وبالتالي فإن الطموح هو أن تتحول هذه الكلية إلى مركز لتدريب المعلمين سواء كان التدريب الأكاديمي أو تدريب القيادات التربوية. طبعا سموه يهتم بشكل كبير بهذه الكلية، على امتداد السنوات الماضية خرجت هذه الكلية عدد كبير من المعلمين الذين انخرطوا بشكل مباشر في الميدان التعليمي، والكثير منهم حققوا جوائز ومراكز متقدمة في الفعاليات والمسابقات الدولية، أيضا تمكنوا من إحداث نقلات نوعية وتغيير في طريقة التدريس في المدارس التي التحقوا بها. التركيز الآن هو أن تكون كلية البحرين للمعلمين إلى جانب تخريجها الدفعات المختلفة من المعلمين الذين يتخرجون من المرحلة الثانوية ويلتحقون بالكلية ليعملوا كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، أيضا أن يكون هناك تركيز على دور الكلية في تدريب المعلمين القائمين حاليا والموجودين ضمن الطاقم الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم. أيضا سأشير بشكل سريع إلى مركز تدريب القيادة التربوية الذي تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتدشينه في الحفل الأخير الذي جرى في جامعة البحرين بمناسبة احتفال مرور 10 سنوات على تأسيس الكلية، وهذا المركز خصص لتدريب القيادات التربوية في جميع مدارس وزارة التربية والتعليم وبالذات المدارس التي تتطلب دعما لترفع مستواها في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب. نعم. وبالتالي تأكيد سموه الكريم على دور كلية البحرين للمعلمين وموافقة المجلس على الخطة التي تقدمت بها الكلية ابتداء من سبتمبر القادم وما بعد ذلك بهدف التركيز على دور المعلم وبذل المزيد من الخطط والجهود للتركيز على تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم بما ينعكس إيجابا على مستويات الطلبة ومخرجات التعليم. نعم دكتور محمد، الجميل أيضا أن الطالب في كلية المعلمين ينخرط يعني مباشرة في التدريس من كونه طالب يدرس كذلك له حصص معينة وله فصول معينة يدرس داخل المدارس. هذه نقطة مهمة. طبعا كلية البحرين للمعلمين
وضعت حدا للأسلوب التقليدي في تخريج المعلمين. في السابق كان الأسلوب هو أن يكون المعلم قد حقق ساعات معينة في التخصص العلمي، نعم، ويأخذ دبلوم في التدريس. هذا الدبلوم لا يعني يفي بالمتطلبات من حيث عدد الساعات المطلوبة في التدريب العملي في التدريس. ما أحدثته كلية البحرين للمعلمين أنها أدخلت التدريب العملي في جميع الفصول، يعني منذ السنة الأولى وحتى السنة الأخيرة الطالب في كلية البحرين للمعلمين يمارس التدريس بشكل فعلي في الميدان، نعم، بالتعاون ما بين كلية البحرين للمعلمين ووزارة التربية والتعليم، وهذا ما يؤدي إلى وجود خريج ذو خبرة جاهز وجاهز، نعم، للانخراط في العمل المدرسي دون أن يواجه أي نوع من، نعم، الصعوبات. وهذا في الواقع يعتبر نقلة نوعية وانتقال من التعليم التقليدي في تدريب، نعم، المعلمين إلى التعليم المتقدم الذي تعتمد عليه مختلف دول العالم التي تنظر إلى التعليم مثل مملكة البحرين باعتباره لبنة، نعم، وركيزة أساسية في التنمية والعمران والتطور. نعم دكتور مبارك، محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.